اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. أديب وروائي وفيلسوف روسي شهير لقب بأديب الفقراء، نجا قبل دقائق من إعدامه وخلد اسمه في صفحات الأدب العالمي. ما هي قصته وكيف أصبح واحدا من أشهر أدباء العالم على مر التاريخ؟ أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة وأسرار فيودور دوستويفسكي. ولد الروائي الروسي فيودور دوستويفسكي في تشرين الثاني نوفمبر من عام 1821 في العاصمة الروسية موسكو لأسرة فقيرة محدودة الدخل. على الرغم من أن والده كان طبيبا في الجيش الروسي، إلا أن وضع العائلة كان تعيسا للغاية. كانت طفولة دوستويفسكي فعليا أشبه بالجحيم، فالفقر كان ينهش جسد الأسرة من جهة، وتسلط والده وطباعه العسكرية الحادة كانت تضنيهم من جهة أخرى. درس دوستويفسكي في مدارس موسكو الداخلية، وفي الوقت الذي لم يكمل فيه 16 من عمره توفيت والدته، فأخذ قراره بالالتحاق بمدرسة الهندسة العسكرية في سان بطرسبرغ. وعلى الرغم من عدم تأقلمه فيها ثابر وعمل حتى تخرج. بعد عامين فقط على وفاة والدته توفي والده، فغدا يتيم الأبوين. كانت الطفولة القاسية التي لم يذق فيها دوستويفسكي إلا الحرمان والخذلان دافعا لإشعال الثورة في داخله ضد الفقر والمرض والظلم، وراح يعبر عن ذلك من خلال كتاباته العفوية، إلى أن وجد نفسه كاتبا عبقريا يتغلب على كل أبناء جيله. في البداية كان جل اعتماد دوستويفسكي على المقالات ومنشورات الصحف. إلى جانب ذلك كان والده بخيلا اتجاهه، وكان يمتنع عن مده بالمال اللازم لينشر كتاباته في الصحف، فكان يضطر للعمل بالدين ويتوسل الناس لمساعدته، وهذا ما جعله محط استغلال لأصحاب دور النشر. في مرحلة مبكرة من شبابه، وتحديدا في بداية العشرينيات، بدأت أعمال دوستويفسكي تظهر للعلن، حيث نشرت روايته الأولى المساكين عام 1846، وكان عمره لا يتجاوز 25، وكانت بمثابة دخوله الرسمي عالم الأدب. تتالت بعد ذلك إبداعاته، وقدم الكثير من الأعمال حتى بلغ عددها 11 رواية طويلة وثلاث روايات قصيرة و17 قصة قصيرة، إلى جانب العديد من المقالات والأبحاث. وقد حققت كتاباته انتشارا رهيبا، حتى أصبحت رواياته الجريمة والعقاب، الأبلة، الشياطين من بين أكثر الروايات شهرة. بعد انضمامه لرابطة بيتراجيفسكي الأدبية عام 1846، أصبح دوستويفسكي أحد أهم الوجوه المعارضة لحكم القيصر. وفي اجتماعات الحركة كان يتلو قصائد غوغول الثورية ويلقي الخطابات المهاجمة للنظام، الأمر الذي جعله معرضا للسجن والملاحقة في الكثير من المناسبات. لم تمضي 3 سنوات على تأسيس الرابطة حتى أصدر الإمبراطور نيكولاس الأول أمرا بإلقاء القبض على أعضائها، فاقتيد دوستويفسكي إلى المحكمة بتهمة التآمر ضد النظام
وبعد 4 شهور أصدر بحقه حكم بالإعدام رميا بالرصاص. في آخر اللحظات وبينما كان دوستويفسكي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه في ساحة سيميونوفسكي، يصدر القيصر أمرا بالعفو عنه، ويتم تغيير الحكم بالنفي إلى سيبيريا لمدة 9 سنوات مع العمل بالأشغال الشاقة. وفي معتقلات سيبيريا عانى دوستويفسكي معاناه، ولم يجد هناك سوى القتلى والمجرمين، فأرهقته الحياة معهم، وأمضى السنوات يحفر في الثلوج وينقل الحجارة، ما أسهم بزيادة أسقامه. وبعد إطلاق سراحه عام 1861 أجبر على تأدية الخدمة الإلزامية لمدة 6 سنوات في سيبيريا، وجرد من حقوقه المدنية ومنع من نشر كتاباته لفترة من الزمن. كانت حادثة النفي إلى سيبيريا ذات وقع مؤلم على شخصية دوستويفسكي، فتغيرت الكثير من طباعه، وراح يكتب عن تجربته المضنية ويصف أحواله الصعبة، ولا سيما في روايته بيت الموتى. تزوج دوستويفسكي مرتين في حياته. زوجته الأولى ماريا إيسايفا لم يكمل معها 7 سنوات قبل أن تموت، فخلدها ووصف ملامح شخصيتها في روايته الأشهر على الإطلاق الجريمة والعقاب. تجربة الزواج الثانية كانت ناجحة إلى حد بعيد، واستمرت حتى وفاته، إذ تزوج من أنا سنيتكينا وأنجب منها أطفاله 4 سونيتشكا وإليوشا وفيودور ولوبوتشكا، التي كتبت سيرة حياته فيما بعد. كان دوستويفسكي يكبر أنا ب 26 عاما، إلا أن ذلك لم يكن عائقا لتكوين علاقة رائعة بينهما، لولا وفاة 2 من أطفالهما سونيتشكا وإليوشا. هذا الأمر أدى إلى تعكير صفو حياتهما. كان دوستويفسكي يلقب برسول روسيا إلى العالم، حيث ترجمت رواياته لأكثر من 170 لغة. وعلى الرغم من شهرته الواسعة والأموال الطائلة التي كان ينتظر أن يجنيها بسبب كتاباته، إلا أن أوضاعه المادية كانت سيئة للغاية، وذلك بسبب إدمانه على المقامرة، حيث خسر مبالغ هائلة على طاولات القمار في فرنسا وألمانيا وسويسرا، واضطر للتسول في أحد فترات حياته. وعلى هذا الأساس ليس من باب الصدفة كتابته لرواية المقامر الشهيرة، والتي كانت في شخصياتها انعكاسا لما عاناه هو في الحقيقة من إدمان القمار. تكريما له سمي كوكب صغير من اكتشاف عالم الفلك الروسي ليودميلا كاراشكينا عام 1981 باسم دوستويفسكي. كان دوستويفسكي كثير الأمراض، وقد أصيب بالصرع بعد فترة قصيرة من وفاة والده. هذا الصرع جعله يعيش معاناة حقيقية فيما بعد، خاصة أثناء عمله في الأشغال الشاقة في سيبيريا. بعد معاناة كبيرة مع المرض، فارق دوستويفسكي الحياة في 9 شباط من عام 1881 في سان بطرسبرغ الروسية. وفي اليوم التالي خرج الآلاف إلى الشوارع يبكونه ويلقون النظرة الأخيرة على جثمانه. وقد لفت الحشد الهائل من الناس الذين ساروا وراء نعشه الأنظار، فكانت آثاره وتحفه الأدبية الخالدة كفيلة بتحويله من رجل منبوذ محكوم بالإعدام إلى بطل قومي سيبقى خالدا في أذهان الجميع.